السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. نفى آلان أمبرور المدافع البرازيلي السابق في صفوف فيرونتينا أن يكون هذا الأخير يعاني من مشاكل داخلية هي التي أصفت به وأثرت على نتائجه، وقال إنه لم يتوقع أن يعيش الفيولا موسما سيئا مثل ما يحدث حاليا، وأكد أنه لا يعرف ما الذي حدث للفريق بالذات، لكن الفريق في حاجة ماسة إلى الصبر للخروج من وضعه الحالي. ونفى أمبرور أن يكون أمرابط قد تسبب في أي مشاكل فيرونتينا، وقال أن أمرابط لاعب كبير وأغلب الأندية في إيطاليا تتمنى، مضيفا أنه صاحب جودة عالية، وقال أمرابط محترف كبير وصاحب جودة عالية، ولو كنت مدربا لفيرونتينا أو أي لفريق آخر لضممته لفريقي. ولعب آلان أمبرور في صفوف فيرونتينا خلال موسم 2014-2015 ويلعب حاليا لنادي بالميراس البرازيلي. نجح واحد خليل زيتش في تصدي لمخطط تشيلسي الإنجليزية ومعه إنتر ميلان الإيطالية اللذين طلبها من نجمي المنتخب المغربي حكيم زياش ومعه أشرف حكيمي الضغط على أعضاء الطاقم التقني للفريق الوطني كي لا يشاركان في المباراة الثانية التي سيخوضها أسود الأطلس اليوم الثلاثاء أمام منتخب بولندية. وكان مسؤول البلوز ومعهم أصحاب القرار داخل الفريق اللندنية يمنون النفس من أجل عدم حضور حكيم وأشرف مع المنتخب بلدهما، لكن المدرب البوسني تصدى للأمر وحرص على الوقوف في وش مخطط الأندية الأوروبية للاستفادة من كل عناصره في المباراة الثانية التي تنترد ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا التي ضمن الزملاء ياسين بونو التأهل إليها دون معاناة. وجه المنتخب السوداني انذار شديد اللهجة للمنتخب المغربي قبل انطلاق تصفيات مونديال 2022 التي سيتواجهان في بداية شهر يونيو المقبل. وقدم منتخب صقور الجديان عروضا قوية للغاية في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات كان الكاميرون، إذ تمكنوا من تحقيق فوزين متتاليين على حساب كل من ساو تومي ب2-0 وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة ليضمنوا التأهل نهائيا القارية كثنائي مجموعة وراء منتخب غانا برصيد 12 نقطة. ويشرف على تدريب المنتخب السوداني فيرود المدرب الفرنسي السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي والذي كان قد أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الاحترافي في الموسم قبل الماضي. وضع واتفورد الممارس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية ظهيره المغربي أدم ماسينا ضمن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر مارس الحالي، مكافأة له على مستوياته الجيدة مع المجموعة في الأسابيع القليلة الماضية. وطرح النادي الإنجليزي استفتاء أمام الجماهير لاختيار اللاعب الذي سيظفر بالجائزة، ويتواجد إلى جانب ماسينا الإنجليزيين ناتانيان شالوبا وويل هيوز وكذلك كالسويدي كينسيما وتشيلسي فرانشيسكو سيرالتا. وخاض ماسينا البالغ من العمر 27 سنة 5 مباريات شهر مارس الماضي ضمن مسابقة تشامبيونشيب، سجل فيها هدفين وقدم مستويات جيدة أثارت إعجاب الكثيرين. أصبح نادي انترناسيونالي مضطر لدفع الشطر الأول من تكلفة صفقة النجم المغربي أشرف حكيمي، وذلك حسب ما أكدت صحيفة إيجيرنو الإيطالية. وتأخر الانتر في دفع القيمة المالية للصفقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكان الاتحاد الأوروبي الويفا قد منح الأندية مهلة لغاية نهاية مارس الجاري لدفع المبالغ المتعلقة بالصفقات المبرمة الصيف الماضي. وحسب إيجيرنو فإن الانتر أمام يومين فقط قبل إرسال مبلغ 10 ملايين يورو لنادي ريال مدريد، وهي القيمة الشطر الأول من صفقة حكيمي التي كلفت نيرازوري 40 مليون يورو. وبالتالي فإن متصدر الدوري الإيطالي مطالب بدفع المبلغ بعد غد الأربعاء كأبعد تقدير.
كشف واحد خليلوزيتش أن ليس هناك فرق بين لاعبي البطولة الوطنية الاحترافية واللاعبين الذين يلعبون في الدورية الأخرى. وأوضح المتحدث نفسه في تصريحات صحفية قبل المواجهة التي ستجمع بمنتخب بوروندي أن اللاعبين الذي يتم الاعتماد عليهم في المباريات المنتخب المغربي والمغاربة وأن لا فرق عنده بين لاعبي البطولة المحلية أو خارجها. واعتبر الناخب الوطني أن الجاهزية هي المعيار الوحيد الذي يحكم اختياراته بعيدا عن التفاصيل الأخرى، مشيرا إلى أن جميعهم مغاربة. ضمنت الجامعة الملكية المغربية الحصول على $600,000 من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد تأهل المنتخب الوطني لنهائية كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون في يناير وفبراير القادمين. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن جميع المنتخبات التي حجزت بطاقات التأهل لنهائية كأس إفريقيا للأمم ستحصل على $600,000 والتي تمثل منحة التأهل دور المجموعات الكان المقبل. ستحصل الجامعة الملكية المغربية على 200 مليون سنتيم إضافية من الكاف والتي قررت الأخيرة تخصيصها للمنتخبات المتأهلة من أجل الاستعداد لكأس إفريقيا للأمم. كشفت تقارير صحفية تركية أن الدولي المغربي يونس بليندا الذي فسخ تعاقده مع نادي غلطة سراي التركية بات قريبا من خوض تجربة جديدة في الفترة القادمة. وأوضحت المصادر ذاتها أن النجم المغربي أصبح قريب من الانتقال إلى أحد الأندية الدوري القطري اعتبارا من الموسم المقبل دون الكشف عن اسم الفريق. وكان اسم بليندا قد ارتبط بعدة أندية في الدوري القطري الموسم الماضي أبرزها الدحيل حيث كان قريبا من الانتقال إلى غير أنه تمسكنا وميناديها حال دون ذلك. وكان بلهند قد دخل في خلافات كبيرة من نادي غلطة سراي منذ أزمة فيروس كورونا عندما رفض تخفيض راتبه، وبعد ذلك تواصلت الخلافات مع مدرب الفريق حتى وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.